طلع ان الجزء ده اسمه مولاريان داكت، اسمها كده. ربنا بيخلق كام مولاريان داكت في الستات وهي في بطن مامتها؟ اتنين، واحدة يمين وواحدة شمال. امال ده اسمه ايه المستطيل ده؟ اسمه يورو. يورو يعني ايه؟ يورولوجي، مسالك، يعني حد يورو التار والكدني. جينيتال يعني ايه؟ جينيتال تراك ساينس، يبقى ده بيدي حاجة في النساء وحاجة في المسالك. دي الرسمة اللي هطلع لك بيها ده كله دلوقتي. يبقى اتنين مولاريان ضغط بالحمل في النص، والحمل تحت في حاجة اسمها يورو جينيتال ايه؟ ساينس. تعال بقى نشوف العيانة بيبقى عندها أنبوبتين، حد يعرف أسميهم؟ اسمهم فالوبيان تيوب. يعني لما يسألك في الامتحان هو التيوبس جاية منين؟ هتقول له من حاجة اسمها مولاريان ايه؟ ضغط. يعني ادي تيوب يمين وتيوب شمال. طيب اليوترس الخط ده بيختفي، دول يلحموا مع بعض ويديك رحم اللي هو الوم اللي هو اليوترس. ننزل سيرفكس اللي هو عنق الرحم، برضو اليوترس تحتيه سيرفكس، برضو بيجي من المولاريان ضغط. نيجي بقى الغبيه الفاجينا، ثلاث ارباع الفوقانيين من المولاريان، امال الربع التحتاني منين؟ مليورو جينيتال ساينس. عشان كده لما يجي لي في الامتحان دايما بيجيبوا الفاجينا في الام اس كيو، يقول لك هي الفاجينا جايه منين؟ تقول له الثلاث ارباع الفوقانيين بتوعها اللي هم دول جايين من مولاريان، الربع التحتاني جايين من حاجه اسمها يورو جينيتال ايه؟ ساينس. ليه خدت النهارده الامبريولوجي؟ هيفيدني في حته في الفيستولا النهارده. كده قبل ما امسح قلنا دي ورقتين اناتومي بيبقوا معاك كل حصه، كل مره بزود عليهم معلومه وفي الاخر اروح مجمعهم لك كله على بعض. قلنا الاورجان ده اسمه ايه قبل ما امسح؟ يوترس. اسمه الثاني باللاتيني وومب. عنق الرحم اسمه سيرفكس، اسمه الثاني كولم. فاجينا باللاتيني اسمها كولبس. اذا انا قلت لك الرحم ده جاي منين؟ رد مولاريان سيرفكس مولاريان الفاجينا، الثلاث ارباع الفوقانيين مولاريان، الربع التحتاني جاي من حته اسمها يورو جينيتال ساينس. طب ده منظر عينه واقفه زي كده، يعني ادي الحوض بتاعها كده وانا مصورها من قدام. نقلب الصفحه الثانيه اللي هي الورقه الكبيره دي، هتلاقي واحده واقفه بالجنب بقى، يعني واقفه لي بالجنب، عايز اشوف المنظر ده من الجنب. ده الرحم كده اللي هي الرسمه اللي في النص، وده عنق الرحم برده، ودي مين دي برده؟ الفاجينا. حد يفكرني بالاسماء؟ يوترس كان اسمه الثاني ايه؟ وومب، هنستخدمه في المنهج بالاسم ده. سيرفكس كولم فاجينا، ده اهم اسم ده. كولبس استخدمها كتير جدا. ايوه بس في اورجنز يعني عينه واقفه بالشكل ده لاترال فيو. العظمه القدامانيه دي اسمها ايه؟ سيمسس بيوبس. العظمه الورانيه دي اسمها ايه؟ سيكرا. هرسم ادي سيمسس بيوبس هنا اهي، وهرسم ورا مين؟ سيكرا. طلع ان في اورجن قدام الفاجينا، حد يعرفه؟ اهو الاورجن ده اسمه ايه؟ يورينري بلادر. والمجرى البول ده ليه اسم، اسمه يوريثرا. طلع ان المثانه ليها اسم تاني لاتيني اسمها فيزيكل، هستخدمه النهارده. فيزيكل يعني عباره عن كيس بيملى ايه؟ بول ويفضي. اذا انا قلت لك النهارده عندنا ناصور، ناصور يعني فيستولا، فتحه بين البلادر والفاجينا، اسميها ايه؟ فيزيكو فاجينال فيستولا. شايف الاسم ده هستخدمه ازاي النهارده؟ اما اجي اقول لك فاتح بين الرحم والبلادر اسميه ايه؟ فيزيكو يوتراين. فهمت قصدي؟ فيزيكو سيرفايكال. يعني الاسم ده مهم جدا اللي انا هستخدمه النهارده، اللي هي يورينري بلادر اسمها الثاني ايه زي ما اتفقنا؟ فيزيكو. امال ورا بقى اينس اللي هي فتحه الشرج بتكمل اسمها ايه؟ ريكتم. اخر معلومه في الاناتومي ونبتدي بقى حصتنا دلوقتي. انا عايز اغطي كل دول بالبنتون، هعمله بلون ثاني ومرسوم عندك، يعني هغطي المثانه وغطي الرحم. ده البريتونيا اللي هو الغشاء البريتوني. طلع ان دي بطن العيان، الغشاء البريتوني بينزل على بطن العيانه كده ويعدي على مين دي؟ البلادر، ويرجع قبل عنق الرحم، يلف على الرحم ويطلع يغطيه ويجي على الفاجينا ويروح طالع على ظهر العيانه من الريكتوم. اذا انت خدت بالك في جيبين ظهروا، حد شايفهم؟ في جيبين باوشز ظهروا
واحد بين مين ومين؟ اليوترس والبلادر. اسميه ايه؟ يوترو فازايكل او فيزيكو يوتران. الاثنين صح. يعني هنا اول باوش ناخده هنستخدمه النهارده اسمه يوترو فازايكل باوش، او العكس صح، قوله زي ما انت عايز، المهم من الرسمه تطلع. يبقى ده اسمه يوترو يعني بين اليوترس وبين البلادر. حد يقول لي ده اسمه ايه؟ طالما انت عرفت تجيب ده، في باوش ثاني اهو فاجينو ريكتال او، بس اللي اكتشفه عالم دوغلاس، عنده اسمه دوغلاس باوتش، اسمه كده. طلع بقى ان دوغلاس باوتش دي اسم تاني فرنساوي هنستخدمه في المنهج، اسمه كال دو ساك، يعني حاجه مسدوده حاره سد اسمها كال دو ساك. اما نيجي ناخد عينه من دوغلاس باوتش هناخدها بعد كده في المنهج اسمها كال دو سينتيسيس، يعني بدخل اخد عينه من الدوغلاس باوتش. كده هنراجع مع بعض قبل ما ابتدي بقى حصتي. يوترس اسمه الثاني ها وومب، عايز الاسماء دي تبقى في مخك. سيرفكس اسمه الثاني كولم. فاجينا اسمها الثاني كولبس. بلادر فيزيكل. يوريترا هي هي. نيجي ورا انس فتحه شرج بتكمل اسمها ايه؟ ريكتر. زي انا قلت لك عندي تو باوشز هنا اللي هم مين؟ الامامي اسمه ها يوترو فازايكل او العكس، امال اللي وراني اسم العالم اللي اكتشفه دوغلاس باوتش، وما تنساش اسمه الثاني كالدو ساك. نبتدي بقى حصتنا. افتح لي صفحه 39 في المذكره. وقلنا وقتين الارقام دول كل مره هزود لك معلومه. نيجي بقى لصفحه 39. هتبتدي النهارده حاجه اسمها فيسيولا. الصفحه اللي عندك في النص بكتب كده يورينري انكونتيننس، اللي هي صفحه 39. ايه بقى اليورينري انكونتيننس؟ هتعرف يعني ايه كونتيننت الاول؟ كونتيننت يعني واحده بتتحكم في البول، امال انكونتيننس يعني البول بينزل براحتها ومش قادره تتحكم. يعني الديفينيشن اوف يورينري انكونتيننس involuntary passage of urine، واحدة ما بتتحكمش. هو ده موضوع عندنا في كتاب الاسم اسمه كده urinary incontinence. تعالوا بقى مع بعض كده، عايزين نعرف انواع الفيستا. يعني فيستا اصلا طلع ان الساينس ايه الفرق بينه وبين الفيستا؟ زمان خدتوه في الباثولوجي. ساينس يعني تراك وليه كام فتحه؟ فتحه واحده بس. امال فيستولا تراك وليه كام فتحه؟ فتحتين. وعلى فكره الفتحتين على هولو اورجن، يعني هولو مجوف، يعني بلادر فتحه فاجينا. ما ينفعش بقى فالفا، الفالفا ده تيشو، يعني قصدي اقول لازم تكون حاجتين مجوفين وبينهم تراك. اول فيسولا هناخدها النهارده ونبتديها الرسمه دي. حد يفكرني الرسمه دي لسه واخدينها في الاناتومي، دي مين دي؟ يورينري بلادر، وكان اسمها التاني ايه قلنا؟ فيزيكال. ودي مين؟ اليوريترا. وراها دي مين؟ الفاجينا، وفوق السيرفكس واليوترس. اليوريتر اللي هو الحالب، ادي حالب فاتح في البلادر، وادي التاني اللي هو جه من الكدني. هزود على الرسمه دي حاجه جديده اول مره نقولها تعملها بايدين، اللي هي دي عباره عن في سفنكتر في الحته دي كده ربنا حاطه عند البلادر نيك. السفنكتر ده في منتهى الاهميه. السفنكتر ده انفولانتري قافل، يعني ايه؟ العنب كح ما ينزلش جوه. في تون ده اسمه internal urethral sphincter. يبقى أنا عندي في سفنكتر موجود في كل الستات عند البلادر نيك اسمه كده internal urethral، وده في تون involuntary يعني ما بتتحكمش فيه. ربنا عامل التون عشان مش تكح ينزل بول، تعطس ينزل بول، يعني في تون يمنع ان البريشر اللي جوه يخلي البول يخرج بره. ده رسمه طبيعيه انا هلخبطها. هعمل تراك هنا بين مين ومين؟ ادي فيستولا اهي بين بلادر وفاجينا. اسميها ايه؟ فيزيكو فاجينال ولا فاجينو فازايكل؟ افتكر البريشر اعلى فين؟ هنا ولا هنا؟ لا هنا. يبقى اسميها ايه؟ فيزيكو فاجينال على حسب البريشر. طبعا كتاب الاسم سهلها، ابتدى باليورينري ونهى بالايه؟ بالجينيتال. يعني اذا قلت لك يوريتر وبلاد وفاجينا تقول لي ايه؟ يوريترو فاجينال. يعني انا لازم ابتدي باني سيستم؟ يورينري.
دي اول فيس اللي هنشرحها النهارده اسمها VVF. ده اختصار ايه؟ فيزيكو فاجينال فيستولا، ودي كومنست فيستولا انفيميل، مشهوره جدا بنشوفها عندنا، يبقى اسمها كده فيزيكو فاجينال فيستولا. طيب الثانيه ادي البلادر، ودي اليوريثرا، ودي الفاجينا، وادي يوريثرا. كان حق اليوريثرا الثاني يفتح هنا، لا فتح هنا، ونعرف سببه. يعني بدل ما فتح اليوريتر اللي جاي من الكيدني على البلادر، فتح في مين؟ في الفاجينا. واحط الاسفنكتر الشهير بتاعنا ده كان اسمه ايه؟ انترنال يوريترال سفنكتر، وده ان ايه؟ فولانت. دي اسمها ايه بقى؟ بين اليوريتر وبين الفاجينا عمل فيستولا، هنعرف سببها. اسمها ايه؟ يوريترو فاجينا ولا فاجينو يوريتريك؟ يبقى دي هسميها يوريترو فاجينال فيستولا، يوريترو فاجينال فيستولا. دي على فكره السكند كومن كده. يبقى انا دلوقتي على النهارده عايز ايه؟ اتكلم بين تو فيستولا، هناخد دي كومنس دي السكند كومن. من كلام العيان عايز افرق بين الاثنين. الصفحه دي في منتهى الاهميه، بعد ما اخلصها في حاجات كده في الحصه عايز تركز فيها، اروح ماسح البيانات اللي انت هتقول لي نوع الانكونتنس هنا وهنا، هشاور على حد يقوله لي، فتركز فيه كويس جدا. تعال بقى نمشي مع البول خطوه خطوه ونشوف العمليه دي ازاي ما بتتحكمش في البول. يعني عندها يورينري ايه؟ انكونتنس. تعال هعمله باللون الاحمر. البول بينزل من اليوريترز كل دقيقه، يجي فين هنا؟ البلادر. يعدي من الفيستولا على الفاجينا على الشارع. العيال مش قادره تتحكم، البلادر فيها خرم، كل نقطه بول تدخل على الشارع. تفتكر العيال دي لما اجي اسالها البول اللي نازل عليه كده يا ماما بينزل من قدام الفتحه الطبيعيه ولا الفتحه الورانيه؟ هتقول لك ايه؟ الورانيه. يعني بينزل عن طريق مين؟ يعني العينه دي عندها انكونتيننس ثرو ايه؟ فاجينا. يعني ما بتتحكمش في البول من ناحيه الفاجينا. كل نقطه بول على الفاجينا على الشارع. بيسموها اسم ثاني في كتاب الاسم اكسترا يوريترال. يعني ايه؟ يعني الانكونتيننس مش من هنا، من هنا، حاجه بره اليوريترا. ده اللي هي اول نقطه دي. تعال نمشي مع البول. البول ده سليم في صفحه 39 في المذكره. البول ده بيجي يتجمع هنا وفي سفنكتر، مفيش قلق، مشكله ده ولا لا؟ كل نقطه بول بتنزل من الفاجينا على الشارع. حد يقول لي الانكونتنس هنا ثرو ايه برضو؟ فاجينا. هل في فرق؟ يعني الاثنين اقول لهم بتتحكموا في البول، تقول لك لا بينزل الفتحه، لا فتحه غريبه مش الفتحه الطبيعيه، يعني دي برضو ثرو ايه؟ فاجينا. انا لغايه دلوقتي ما عرفت، انا نفسي بكلمه افرق بين الاثنين. طيب بدون ما ابص في الورق اللي عندك، تفتكر دي اما بتصحى الصبح تلاقي نفسها غرقانه ولا دي؟ تصحى الصبح تلاقي السرير غرقان، دي ولا دي؟ على فكره الاثنين. خلاص هفهمك ليه. اولا هنا هو اليوريترز دول فاتحين في البلادر، كل نقطه بول في البلادر على الشارع مش هتقف. طب ما برضه هنا ده كل نقطه بول على البلادر عشان الكيدني تقف. يعني الاثنين صبح وليل، وليل وصبح، يعني داي اند نايت، ودي برضه داي اند نايت. الفرق جاي بقى، مين فيهم تقول لك بحس احساس دخول الحمام؟ دي ولا دي؟ تقول لك بحس بديزاير. هو ايه الديزاير؟ احنا واحنا قاعدين في الدرس ممكن يجي لنا ديزاير بس مش مضطرين ندخل الحمام، صح ولا لا؟ فامتى ادخل الحمام؟ ابقى ايه؟ فول بلادر، قايم كده بتجري. مين اللي فيها ديزاير بقى؟ دي ولا دي؟ دي طبعا. دي عمرها ما هتحس بديزاير. فعشان كده لازم اخد سؤال حلو قوي بيجي في الام سي كيو هكتبه هنا. الفيرز ديزاير اما بتوصل كميه البول كام سي سي او كام ملي؟ من 150 ل 200 ملي لتر. الرقم ده زي اسم، خلاص؟ يبقى امتى اقول انا عايز ادخل؟ بس مش لازم اقول. اذا كان وصل كميه البول في البلادر كام؟ من 150 ل 200. طب امتى بقى اجري؟ في ساعات كده يقول لك مش قادر هدخل، خلاص؟ اللي هي اسمها فول كاباستي. تاني سؤال برضو بيجي، من 400 ل 600 ملي لتر او سي سي. كده بقى انا عرفت امتى اقول ديزاير، امتى اقول فول كاباستي، مش قادر. اسمها فول كاباستي يعني ايه؟ فول بلادر. يعني اذا كان من 400 الى 600. مين فيهم تحس بديزاير؟ طبعا اللي قالوا دي صح. ليه بقى؟ هنا كل نقطة بول على الشارع، كل نقطة بول على الشارع، طالما في مخرج عمره ما هيحصل ايه؟ اكيوميليشن. امال دي فيها يوريتر ايه؟
سليم قاعد يعبي هنا، يعني العينة دي هكتب نوع ايه؟ ديزاير، ودي فيها ايه؟ يبقى مسألني بقى في الامتحان عايز تفرق بين الاثنين بكلمة، قدرة الفيسيوال عليك ها؟ هتقول له اللي ما بتحسش بديزاير تبقى غالبا فيزيكو فاجينال فيسيولا، واللي بتحس يبقى اسمها ايه؟ يوريترو فاجينال ندلس. امتى دي تحس بديزاير مغلاسه بقى ها؟ وامتى دي ما تحسش بديزاير؟ طبعا احساس دخول الحمام دي هتقول لي ودي حاجه حلوه، على فكره محروم من حاجه بتلاقي على اخره، يعني واحده عندها السكر تعشق الشوكولاته والحلويات ها؟ ليه؟ تقول لك اشمعنى من عون انا يعني؟ برضه هنا العيال تقول لك نفسي احس احساس دخول الحمام، ليه دي؟ بيجي لها نقطه، تقول لك كل البول نفسي احس، هتقول معقوله نفسها تحس حاجه هبل زي دي؟ اه الممنوع مرغوب. تعال بقى نشوف الست دي امتى تحس بديزاير، دي انا هشرحها. انتوا هتقولوا دي، بس انت ما تبصوش في الورق، يعني حاول تفكر. اذا انا قلت لك دي امتى تحس بديزاير، عاوز اوصل كميه البول هنا كام؟ 150 ل 200، اعملها ازاي؟ اول حاجه اخلي دي حجمها ايه؟ صغير، سمول، حد يقول لي ليه تحس بديزاير بقى؟ الريت اوف اكيوميليشن اسرع من الريت انه يعدي من الفيسلا، فتقول لك اه بحس ساعات بايه؟ ديزاير، يعني العينه دي امتى تحس بديزاير بقى؟ اول حاجه اذا كانت ايه؟ سمول. طيب حاجه ثانيه مش هنا، هنا ازاي؟ هاي البول قاعد يتكوم يتكوم يتكوم، ديزاير استعبطت زاد ابتدى يعدي، يعني اذا كانت ايه؟ هاي. طبعا عندنا في بعض الدكاتره غير ده، طبعا كتاب اسم كاتب دول بس، هيقول لك وايه كمان وايه كمان، فلازم اقول له طلع ان في نوع اسمه فالفولار. يعني ايه فالفولار؟ دي عباره عن دلدوله طالعه من الميكوزا بتاعت البلادر بتتحرك مع البول، ساعات تقفل الفيسكا فتحس بايه؟ ديزاير، ساعات تفتح، يبقى انت هتزود بايديك رقم ثلاثه دي فالفولار. يبقى ثلاث اسباب، طبعا هو سمول وهاي وخلاص، نفترض واحد غتت، احنا عندنا ناس غتت جدا قدام، هيجي يقول لك طب ايه سبب كامل كمان وديك الفول مارك، هتقول له ايه؟ ها؟ فالفولار. انتوا تقولوا لي دي بدون ما تبصوا، خلي عندك بس يعني ايه؟ صدق شويه ها؟ بس انت بتروح باصص برضه عشان تقول انا قلتها. حاول تفكر ازاي اخلي كل الجول ده يجي هنا؟ على الرسم دي سهله. يعني مش عايز ولا نقطة بول تتجمع هنا ما توصلش 200 مللي. عايز كل البول يعدي من الفجاين على الشارع. ايه؟ شط الايه؟ اليوريتر الثاني فاتح في يعني ممكن تكون باي لاترال. تعرفوا سبب العملية سبب الموضوع ده عملية، واحد ماسك مشرب ضرب اليوريتر الايه؟ اليمين وما سكتش راح ضرب اليوريتر ده حمار ده قاصق. فالاثنين عملوا خراج. والخراج راح منزل البول كله فتح الخراج على الفاجينا، فكل البول بقى ينزل فين؟ العائق. يبقى اول سبب زي ما انت قلتي باي لاترال. حاجه ثانيه دوم ما نبص سهل قوي، اليوريتر ده فيه مشكله، بس اليوريتر ده فيه مشكله، سبب سهل جدا، مش ممكن يكون فيه حصوه الكليه مش شغاله تمام. يبقى ثاني سبب ستون او في نون فانكشن كده. السبب الثالث مش مكتوب عنه. وايه كمان؟ ها؟ ايه بقى ايه كمان هنا؟ يقول لك نفترض ان العيانه عندها الاثنين مع بعض، يعني فازايكو مع يوريتو، يعني هحط هنا فازايكو، برضو البول كله بيعدي ولا لا؟ اصل السبب دي تروما هنشوفها النهارده. وسبب دي تروما عمليه، الدكتور حمار بقى واخد اليوريتر وراح واخد الايه كمان؟ البلادر، وعملوا خراج وفتحوا فين؟ في الفاجينا. كده انا خلصت الصفحه دي، هشوف بقى نوع الانكونترنس وحد يقوله لي بقى. احنا قلنا هنا هل اي نقطه بول بتقعد في المثانه ولا كلها على الشارع؟ راحوا مسمينه كومبليت انكونترنس. عرفت بقى اسمه ايه؟ كومبليت يعني ايه؟ ولا نقطه بول بتقعد في المثانه. ده بقى عكسه يبقى ايه؟ بارشل، جزء بتدخل طبيعي، جزء ما بتتحكمش. الاسم الثاني العينه ديت عندها ترو انكونتر، حد يعرف ليه اسمه ترو؟ عشان ما تدخلش خالص الحمام من هنا، فيسموه ايه؟ ترو انكونتر. طبعا هتقولي عكسه ايه؟ فولس. لا فولس ده لسه هناخده، فولس ده حاجه ثانيه خالص، ان واحده ما بتحسش ان المثانه ملت، فتملى تملى تملى الزياده ايه؟ تقع. ده مش هنا، ده اسمه الثاني بارادوكسيكال. يعني ايه بارادوكسيكال؟ شويه كده وحل مش ثابت، شويه تدخل وشويه لا.
عيد بقى دي، سيب القلم وركز معايا وهمسح البيانات وحد يقولهم لي كاملين. احنا قلنا النوع ده اسمه كومبليت، النوع ده اسمه ايه عكسه؟ بارشل. النوع ده قلنا اسمه ترو، بس مش عكسه فولس، عكسه ايه؟ بارادوكس كده. نوع الفيسلا دي ليها اسم، اسمها ايه؟ فيزيكو فاجينال فيسلا، ودي يوريترو فاجينال فيسلا. دي الفيرست كومن، دي السكند. الانكونتنت ترو ايه في الاثنين؟ فاجينال الاثنين دي اند نايت. مين فيهم تحس بديزاير؟ دي امتى دي تحس بديزاير؟ سمول وهاي وفالفولر، ما اقولش دي الا ثاني قوي كمان. امتى دي ما تحسش بديزاير؟ اذا كان بايلاترال او ستون او كومبايند، يعني دي مع دي. انا همسح الجزء ده اهو، اسماء بس اهو، والرسمه قدامك، شاور لو حد يحاول يقولهم لي. انا هقول لك، انا عايز اسم ايه الانكونترنس هنا في الحاله دي؟ يوريترو فاجينال، اسم الفيسلا. طب الانكونترنس ليه اسم هنا؟ او بارادوكس. هل العاده ديت بتحس بديزاير؟ امتى ما تحسش؟ لما ايوه كوبايد دي ما تقلش غير موجود اصلا. كل البول هنا بايلاترال ممتازه، او يكون في حاجه هنا اهي ستون او طيب العاده ديت الانكونتنس ثرو فاجينا ولا اليوريثرا؟ شوف ده دي ان نايت ولا نايت بقى؟ يبقى دي ان نايت. حضرتك دي اسمها ايه الفيسيولا؟ فيسيولا اسمها ايه؟ ممتازه. طيب نوع الانكونتنس كان ليه اسم؟ او ترو. طيب العاده دي فيها ديزاير؟ طيب امتى تحس بديزاير؟ اذا كان الفيسيولا سمول او هاي او وايه كمان هتقولوا لي ايه؟ فالفولر. نيجي بقى كده الحته دي هنستفيد منها الحصه الجايه في السيمبتومز. اما اجي اقول لك فازايكو فاجينال فيسلا بتشتكي من اي نوع من الانكونترنس هتقول لي ايه؟ كومبليت. اقول لك طب امتى تحس بديزاير؟ انت لو هتقول ده سمول او هاي او، ما ناخد الفيسلا دي بعد حصتين ولا حاجه اللي هي اليوريترو دي لوحدها، دي قصه دي برضه، هتقول لي بتيجي بارشال او بارادوكسيكال. امتى ما تحسش بديزاير؟ ها؟ بايلاترال او نون فانكشنينج. وهنا نشوف بقى الحته اللي جايه دي، حاجتين ام سي كيو شافوا اللي جايه. في دكتور عندنا اسمه دكتور رضا اسماعيل، اسمه دكتور ماجد عبد الرؤوف، هو مسك رئيس قسم دلوقتي السنه دي، اول مره يمسك رئيس قسم. الراجل ده طبعا هيسالك اسئله معينه، بيحب استاذ عندنا قديم قوي اسمه الدكتور عبد الفتاح يوسف. دكتور عبد الفتاح يوسف صورته موجوده عندنا في القسم، صوره قديمه، عارف بتاعت زمان اللي كانت الكاميرا بتختفي بعد ما تصور، ابيض واسود كده. الدكتور عبد الفتاح يوسف علم الدكتور ماجد وهو كان نايم، فيسألك دكتور عبد الفتاح يوسف عمل ايه في المنهج؟ اول حاجه هناخدها دلوقتي نوعين من الفيسيولا ام سي كيو وننساهم، مكتوبين في كتاب الاس بس في الاخر، في اخر اليورينال انكونتنس. نشوف بقى الفيسيولا دي ونخلص منها. ده يوترس ودي سيرفكس ودي فاجينا. قلنا دي بلادر وايه؟ يوريترا. ودي مين؟ سيمسز بيوريس. طيب ورم قلنا انس وريكتم وهكذا. ايه بقى نوع الاسفنكتر اللي هنا؟ حد فاكر اسمه؟ انترنال يوريترا اسفنكتر، وكان ايه زي ما اتفقنا؟ انفولانتا. في بقى فيسله غريبه قوي هتسمعوها دلوقتي بين اليوترس والبلادر، اسميها ايه؟ بين اليوترس والبلادر. حد يقول لي بقى اسميها ايه؟ فازايكو يوتراين ولا يوترو فازايكو؟ احنا اتفقنا ايه؟ كتاب الاسم. كتاب الاسم بيبتدي باليورينري، يبقى اسمها ايه؟ ها؟ فازايكو يوتراين. على فكره الاسم ده غلط، والدكتور ماجد عارف انه غلط، مع ان كتاب الاسم كاتبه اللي هو ايه؟ فازايكو او فيزيكو يوتراين. ليه غلط؟ حد يعرف؟ البريشر اعلى فين؟ في الرحم طبعا. ها؟ يعني انت قصدك تقول ان دم الدوره هيحصل فيه ايه؟ يعدي من الفيسيولا على البلادر على الشارع، دم الدوره مش العكس. يعني دي بقى كل يوم لما يجي لها الدوره تلاقي البول لونه ايه؟ احمر. دي بيسموها هيماتوريا. هيماتوريا. بقول لك يا دكتور انا كل شهر في ميعاد الدوره البول بيبقى لونه احمر. الاسم الاصح بقى بصراحه يوترو
فازايك. انت تعرف الصح بس احنا ماشيين على كتاب الاسم اللي هو فازايكو ايه يوتيراي. طبعا الدكتور ماجد هيقول لك الاسم ده صح، اول ما اقول لك الكلمه دي يقول هيك لا الاسم الصح يوترو فازايكا عشان بريشر فوق ايه اعلى. السؤال اللي بعده بقى، هل كل هيماتوريا تعتبر فيسيولا؟ يعني كل واحده بينزل عليها بول لونه احمر اكيد فيسيولا؟ ده على فكره في ناس بيجي لها البول الاحمر ده بيكون عندها حصوه، صح؟ الحصوه بتجرح. افرق ازاي بين الهيماتوريا دي وهيماتوريا الحصوه؟ بس بتيجي في وقت الدوره، يعني لازم اكتب قبلها كلمه سايكليك هيماتوريا، ما اقولش هيماتوريا. يعني ايه سايكليك؟ يعني مع الدوره اسمها سايكليك. مين العالم الجليل اللي اكتشف دي؟ عبقري دكتور عبد الفتاح مين؟ يوسف. راح مشجع على اسمه يوسف سندروم، ده اول حاجه. احنا عندنا ثلاثه يوسف في المنهج. دكتور ماجد هيزعل قوي اذا انت ما قلتلوش على دي، ما بهزرش. الراجل ده بيقول لك واحد علمني وراجل قديم ومكتوبه في الكتب. يعني رحت كليه طب بنها مره لقيته مكتوب الراجل ده عنده، خلاص بيقول لك ده الدكتور عبد الفتاح ده عالم جليل، خلاص اكتشف حاجه اسمها سايكليك ايه هيماتوريا. سموها اسم تاني مينو يوريا. مينو يوريا مينو يعني ايه؟ دوره، صح؟ يوريا بول، يعني الدوره بتنزل مع البول. يبقى المينيوريا سببها في اسمها ايه ما تيجي في الام سي كيو؟ فازايكو يوتران او يوترو فازايكو. سببها ايه بقى؟ جت سؤال في الام سي كيو زمان قوي بس ما اتكررش، ايه سبب الفيستا الغريب؟ ازاي الرحم فتح في البلادر سي اس ليه؟ قيصريه ازاي نسكش؟ وانت بتعمل قيصريه رحت خابط مين؟ اليوترس، وخبطت مين معاه؟ البلادر، والاثنين فتحوا على بعض فعمل الفيستا. يبقى السبب بتاعها واكتب عليها ام سي كيو سي اس. الجزء ده لا يمكن حد بيجيب سيرته غير الدكتور مين؟ ماجد عبد الرؤوف. على فكره الراجل ده يمتحن بيقعد بالساعات يمتحن، راجل حقيقي هادي جدا وبيسالك في المنهج صفحه صفحه، فتقعد بقى ساعه ساعتين. هو ده من وناس ويقعد بقى بين الطالبين يقارن يقول لك ادي ده 49 ونص ولا 49؟ عادي ونص، يعني مش عايز حاجه. يعني ما تنساش ان هو ان الهيماتوريا سببها فازايكو يوتراين، وقلنا السبب بتاعها ايه؟ سي اس. نيجي بقى لواحده مكتوبه في كتاب الاسم بكتب عليها تحليل. سؤال ممكن يجي لك صغير مكتوب في اخر الرينال كونتس، فيستلا بين مين ومين دي؟ حد يقول لي اسمها دي بقى؟ دي هناخدها ونرميها بقى بين ايه وايه؟ يوريترا والفاجينا. حد يسميها لي يوريترو فاجينا ولا فاجينو يوريترا؟ لا دي اكيد البريشر هنا اعلى، يبقى ايه؟ يوريترو فاجينا. اكتب عليها تحريري يوريترو فاجينا فيسلا. مكتوب كتاب الاسم تيجي سؤال، اصل السؤال بخمس درجات فبتكتب له الحته دي وخلصت. ايه بقى منسيه مفيش حد بيذاكرها؟ فيسلا بين اليوريترا والفاجينا سببها ايه؟ تروما بالباشا. ايه ده؟ واحده بتولد كتير بيقولوا يعني، وراس البيبي ضخم قوي، وهي نازله كده بتروح ضغط على دي مع السمس زي بيبس عضم في عضم، تعمل ايه في الحته دي؟ كومبريشن، صح؟ بتروح عامله لك ايه؟ فيسيولا. يبقى اول سبب ولاده اللي اسمها اوبستريك تروما اللي هو تشايلد بيرث، راس البيبي ضخمه وهي معديه اهي، شوف على الحوض هنا تروح ضغطه كده كده عضم بتضغط التيشوز اللي بينهم، بتروح عامله انجري وتعمل لك قال ايه؟ فيسيولا. حاجه ثانيه، انا بعمل عمليه نسب، واحده عندها سقوط في سقف البدن، الرحم بتاعها خارج بره والفشاينه ساقطه، دخلت بالمشط وانا بعمل بسلك رحت معور مين؟ يبقى اسمها مش اوبستريك، جايناكولوجيكال تروما، حاجه نسب، يبقى اسمها جايناكولوجيكال تروما. يبقى السبب ايه؟ لا اما اوبستريك تروما ولاده، لا اما عمليه سيرج، يبقى ايه؟ جايناكولوجيكال تروما. ايه السيمتوم؟ دكتور ماجد بيحبها جدا برضه، يقول لك العيانه اتصلت بيك بالتليفون قالت لك سيمتوم معينه، تعرف انها يوريترو ايه؟ حد يقول لي العيانه دي كونترنت ولا لا؟ دي يعني هي قاعده قدامنا دلوقتي وعندها الفيستا دي، هل البول بيعدي عادي؟ ليه ما بيعديش؟ عشان هي تحت مين؟ السفينكتر، صح؟ اما تدخل الحمام، حد يعرف ايه اللي هيحصل؟ اما تدخل، لما تدخل الحمام الاقي البول ماشي ازاي؟ جزء كده وجزء كده، اسمه ايه ده؟ دبل ستريم. على فكره دي دياجنوستيك، يعني لما تقول لك عيانه وانا بعمل حمام في دبل ستريم في الستات بالذات، اعرف ان عندها حاجه اسمها يوريترو ايه؟ ومين اللي بتبص على نفسها في الحمام تشوف دبل
ستريم دبل ستريم. كلام وهمي ده بالنسبه كتب سمتم احلى ان العنب بتطرطش. يعني انت عندك في بول بيعدي من هنا صح، والبول ده بيقعد في حاجه اسمها في الفجاين حاجه اسمها لوجيه، تعرف يعني ايه الفجاين؟ تلاقيها طالعه ونازله، هتلاقي شويه بول موجودين في الفجاين، وهي بتخرج كده تلاقيها بتطرطش على الارض اسمها سبلاشنج. السؤال ده اكتب عليه ام سي كيو طبعا، جت مره يقول لك عيانه بتعمل سبلاشنج وهي بتعمل يورينيشن، يبقى ما فيش غير مين؟ يوريترو فاجينال فيز اسمها سبلاشنج كده بالقسم. يبقى حاجه من اتنين، يا اما تقول لك دبل ستريم، يا اما تقول لك ايه؟ سبلاشنج. ازاي اعمل لها دياجنوز؟ هجيب دي اول مره هتشوفوها وهنبتدي نركبها ان شاء الله من الاسبوع اللي جاي. دي اسمها قسطره. القسطره دي اسمها فولي. ايه الفولي دي؟ اللي بتتثبت جوه العيانه فيها بالونه. يعني انا ممكن اجيب سرنجه واحط فيها سلاين واثبتها جوه العيانه، اروح مدخلها جوه المثانه واعمل كده وانفخ البالونه دي كده فتتثبت جوه العيانه دي عشان اجمع بيها بول. انا هنا مش هعمل بيها كده، ما هعمل بيها ايه؟ عايز افسيها اهي، بدخل تاني كده واروح ايه مفسي البالونه واطلع من العيانه. سؤال بقى، انت عندك البالونه دي انا ممكن اعمل بيها حاجه، ايه هي؟ تنفخ تاني. هاجي واروح داخل هنا، ركز معايا من اليوريترا، بعمل كده بصيت لقيتها فين؟ في الفاجينا. يبقى فيها ايه؟ يبقى بعرفها بحاجه اسمها يوريترال كاتيتر. يبقى هيسالك ايه الدياجنوستس بتاعها؟ اهي يوريترال ده الانفستيجيشن، يوريترال كاتيتر. هتلاقيها باصل من اليوريترا وبانت فين؟ في الفاجينا. اكيد في فيسلا انا مدخلها من هنا، ايه اللي طلعها هنا؟ هبعتها لبتاع المسالك. على فكره المسالك اشطر ناس بيلعبوا في الحته دي، انا ما اعرفش العب، يعني ما اعرفش اقرب لليوريترا، ما اعرفش اقرب للبلادر بتاعتهم. فيقول لك هندخل بمنظار اسمه يوريثروسكوب، ده بقى حاجه خرافيه. ادخل بالمنظار اتفرج الاقي فيه تراك ولا لا، يبقى منظار اليوريترا اسمه ايه؟ يوريثروسكوب. العلاج تبع انا ولا تبع المسالك؟ انا كدكتور نساء عورت الحق نفسي، اروح جايب قسطره زي دي واوصلها بده. ايه ده؟ ده اسمه كيس جمع بول. هنشوف الكلام ده بعد كده. بوصله كده وده زي ما انت شايف بيجمع بوله. وهنا ازاي افضي البول؟ بعمل كده، مش هغير الكيس خلاص، وبروح قافل تاني. ده صمام بحطه دي جوه العيانه لمده اسبوعين. يعني اروح جايب كده، اروح حاططها جوه المثانه وانفخ البالونه. حد يقول لي ليه الفيشله هتقفل؟ يعني انا خرمت النهار، انا وانا بعمل عمليه عارف ان انا خرمت خلاص. قبل ما اوديها لبتوع المسالك اروح حاطط دي كده لمده اسبوعين. انت عارفين في قانون، طالما التراك ما بيعديش فيه بول هيحصل فيه ايه؟ اقفل. فيقول لك اذا انت لحقتها وركبت دي لمده 2 ويكس البول هيعدي هنا، عمره ما هيعدي في الفيسله اذا لحقتها. بس في دكاتره حمين عورت وما اعرفش ان انا عورت كده، بقى ده التراك ده ايه؟ بريزيستنت. ابعتها لمين بقى اللي بيفهمه؟ المسالك بقى، يجيبوا جرافت كده ويشيلوا الحته دي ويعملوا عمليه اسمها ريكونستراكشن مش تبعي. يبقى العيانه دي العلاج بتاعها حاجه من ايه؟ اكتشفتها ايميديت، جبتك بنفسك تعمل ايه؟ كاتيتر لمده 2 ويكس. طيب اكتشفتها ليتر ديلي، ابعتها للناس اللي بتفهم اللي هم مين؟ المسالك، يعملوا سيرجيكال ريكونستراكشن. ايه؟ يعني انت دلوقتي لما راس البيبي وهي معديه ضغطت على دي قوي وانت سبتيها فتره طويله، فممكن تعمل اسكيميا وتروح عامله لك ايه؟ فيسيولا. او وانا بشتغل بالمشرط رحت معور اليوريترا بتاعت العيانه، ما كنتش اعرف. بعد العمليه في تراك هيعمل ايه؟ فيسيولا. يبقى يا اما سيرجري يا اما ولاده، لا اوبستريك لا جينيكولوجي. اكتب لي على دي تحرير. سؤال بقى ام سي كيو قبل ما امسح، هل دي بتعمل انكونترنس؟ هل دي بتعمل انكونترنس ولا لا؟ يعني اليوترو فازايكل دي هل بتعمل انكونترنس؟ لا، ده كل شهر وهي بتدخل الحمام بيبقى لون البول ايه؟ احمر. طب دي هل عندها انكونترنس؟ برضه لا. اما تدخل الحمام بيبقى عندها ايه؟ دبل ستيم او سبلاشنج. فراح قال بقى all these causes of incontinence except، تفتكر اختار ايه؟ لا يوريترو فاجينال لا فازايكو يوترين. يبقى نكتب بقى الان بي دي تحت، الاثنين دول نوت ا كوز اوف ايه؟
incontinence. ده سؤال بيجي في الام سي كيو وانت بتحل. يعني فازايكو فاجينال بتعمل incontinence، كل الفيصل بتعمل ما عدا مين ومين؟ يوترو فازايكال ويوريترو فاجينال. يبقى ده اللي هو بالنسبه للانواع. احنا كده خدنا الثلاث اربع اسماء، عايزين نراجعهم. اول فيصل واهم فيصل هبتديها دلوقتي اللي هي مين؟ فيزيكو فاجينال فيصل. تاني واحده كنت بقارنها اسمها يوريترو فاجينال فيصل. في واحده كلمه كده وخلاص من يوريا اللي اسمها ايه؟ فازايكو يوتران كده بالاسم، او يوترو ايه؟ فازايك. امال دي بقى التحليل هتلاقيها في اخر موضوع اليوريني كوندرس، موضوع كده في اخر الموضوع اسمه ايه؟ يوريترو فاجينال فيصل. انا بقى دلوقتي هتكلم عن الفازايكو فاجينال، طبعا مش هاخدها كلها النهارده، هناخد بقى فيها سؤال تحليلي كده. ايه بقى الفازايكو فاجينال فيصل اللي بتيجي تحريري من اسمها فازايكو فاجينال فيصل؟ حد يقول لي تراك بين ايه وايه؟ بين بلادر ومين؟ وفاجينا. اقول الديفينيشن بقى، اب نورمال، وده نورمال، اب نورمال كوميونيكيشن بتوين ايه؟ يورينري بلادر اند فاجينا. حط تحت اب نورمال خط. سؤال في الامتحان شافه بقى، دايما اول ما تقول له كلمه اب نورمال يقول لك هو في نورمال؟ هتعرف في نورمال كوميونيكيشن بين البلادر والفاجينا؟ نورمال ستات هو في، بس حد فكر هل في كوميونيكيشن بين يورينال سيستم وجينيتال سيستم نورمال في ستات؟ ايه اهو اليورو جينيتال سايلنس. على فكره اوعى تقول له يورو جينيتال على طول، لازم تحاول تمثل. فاكر لما قلنا رسمه كده في اول حصه الناس اللي ما شفتهاش، قلنا في اتنين ايه بيلحموا في النص، مولاريان دكتور يلحموا تحت حاجه اسمها ايه؟ يورو ها جينيتال ساينس. يورو يعني ايه؟ مثال. طب وجينيتال ده جينيتال تراك، في بينهم كوميونيكيشن ولا في الامبريولوجي؟ يبقى تقول له ايه بقى؟ تروح باصص له كده تقول له ايه كوميونيكيشن؟ اه في الامبريولوجي حاجه اسمها ها يو، يقول لك ده جابها. غير بقى ما تيجي تقول له اب نورمال اقول لك النورمال. في ناس بتعمل كده والله، انت تقول النور ده درس، يبقى بعد مش مكتوبه وهم بيحبوها جدا، جيبها تاخد درجه مثل. اقول يا يورو جينيتال، ممكن يقول لك ايه ده رد عبقري، ولا عبقري ولا هبه. يورو جينيتال ساينس هو ده كوميونيكيشن في الامبريولوجي بين الجينيتال تراكت واليورين. احنا قلنا دي كومنست ايه؟ يورينري فيستولا. سكند كومن اللي هناخدها في الحصه الجايه اسمها ايه؟ يوريترو فاجينا. تعالوا بقى نشوف الاسباب تحريري. يبقى ده اول سؤال تحريري، causes of vasico vaginal fistula. ركزوا بقى فيه، ده بيجي تحريري وام سي كيو طبعا. الاسباب عشان كتيره في المنهج، هتلاقي مكتوبه في كتاب الاسم ثلاث مرات بثلاث طرق. يعني الكوزز دي لما تروح افتح كتاب الاسم كده هتلاقي كاتبها في الاول بكلام، بعد شويه كاتبها في الايتيولوجي، بعد شويه كاتبها في الكلينيكال بيكتشر. بس دي غير دي غير دي، لدرجه ان انت تتجنن. خلاص احنا هنجمعها كامله عشان لما يجي لي تحرير اعرف افتكرها. هقسمها بقى، بحفظها بجمله اسمها connective tissue is very massive tissue. يبقى بحفظها بالجمله دي، اي سبب في المنهج بحفظه كده، connective tissue is very massive tissue. ليه بقى؟ هرتب لك الاسباب في مخك، لان المنهج كبير قوي هتعوم. يعني في الانفرتيلتي والامينوريا بنيجي ناخدها، هتلاقي بقى ايه؟ اسباب اسباب اسباب، عمري ما هعرف افتكر كله، بس لما احط عناوين ثابته هفتكر السبب اللي تحتيه. ايه الجمله دي؟ حرف السي كونكتد، هفتكر كلمه كونجينيتال. ايه كونجينيتال؟ تفتكر ايه كونجينيتال فيسيولا؟ بتحصل في الستات، يعني هي مولوده بيها. تي تروماتيك كونكتد تيشو، تفتكر ايه العمليه اللي ممكن اعملها يحصل منها فيسيولا؟ اي انفلاماتوري، ايه الانفلاميشن اللي يجي يعمل فيسيولا؟ يبقى كونكتيف تيشو از في فاسكولار. ايه الحاجه اللي ليها علاقه بالبلاد سبلاي عملت فيسيولا؟ سيب دي في الاخر. تي تيومر، الكانسر اللي يجي يعمل فيسيولا. اخر حاجه ميسلينياس. وايه ميسلينياس؟ حاجه مش عارف احطها في اي حته، هحطها تحت عنوان اسمه ايه؟ النهارده مفيش ميسلينياس. يعني هم دول بس الاسباب. لاقي كونجينيتال تروماتيك انفلامات، اطول حاجه دي تروماتيك بحبوها جدا عشان كده هطول فيها، مكتوبه بثلاث طرق في كتاب الاسم. تاخد كونجينيتال تفتكروا ليه؟ فيري رير،
صعب تلاقي الكونجنتال فيستا. ليه؟ اولا الكونجنتال فيستا دي واحده مولوده في فيستا، هل هتقدر تتحكم في البول؟ مامتها بعد السنه هتقول ايه؟ اقعدي تقعد تدربها يعني، هل هتتدرب؟ لا، هتروح دكتور نساء ولا اطفال؟ ده بعد السنه اطفال طبعا. وتعرفين دكاتره الاطفال انتوا بتضربوها؟ حد بيزعلها في البيت؟ يا ريت بقى تناموا جنبها وتتغرقوا. يعني ايه؟ يعني تحاولوا ايه؟ تحطوها في حضنكم، يجيبوا لها شوكولاته، يبتدي يقولوا خلاص ناخد بالنا منها احسن تكون بتخاف. سنه سنتين ثلاثه الموضوع زاد. برضو دكتور اطفال لا لا بقى، روح الدكتور جراحه اطفال. دي غالبا عندها ايه؟ هل ممكن واحده تجيلي وانا دكتور نساء 20 سنه لحيتها بول ومستحمله وانا اكتشفها كونجنتال؟ يبقى مسالك ليه فيري رير؟ عشان دايجنوز دي ايه؟ ايرلي وبتتعالج. دكتور اطفال مش فاهم خالص. يعني انا عمري ما شفت كونجنتال فيستا. واحده قاعده في الدرس دلوقتي لحيتها بول، هتقعد جنبها؟ هي حاسه ان نفسيتها مش كويسه، يعني انا لحيت بول ده على طول. فكونجنتال بيلحقوها سنتين ثلاثه ونخلص. طيب تروماتيك، ذا كومنست كوز اوف فيستا از تروماتيك. يبقى لما اسالك ايه كومنست كوز اوف فيستا؟ تروما. عندي كام نوع من التروما؟ ثلاثه، سيرجيكال تروما، وده في بلاد بره المحترمين، احنا بقينا محترمين زيهم. ها احنا تقدمنا يا جماعه زي ما انتم شايفين. ها حتى احنا عندنا في القصر عين، لما يجي يسالك بقى في مصر تفتكر ايه كومنست كوز؟ سيرجيكال طبعا، احنا متقدمين زيهم بالظبط. حاجه الثانيه اوبستريك، مع ان دي بتاعتنا، يقول لك الكلام ده قال. حاجه الثالثه اكسيدنتال. يعني ايه اكسيدنتال؟ بالصدفه البحته. نخلص منها، واحد بيهزر مع مراته بالسكينه خلاص، راح ضربها سوبر بيبك، فعملت لها ايه؟ فيستا. ما هي ماتت خلاص. واحده ثانيه بيقول لك عربيه، عربيتين خبطوها وفرموها فعملت كار اكسيدنت، مكتوب كراش اكسيدنت خلاص. في قصه كان بيحكوا لنا الله يرحمهم الاساتذه القدام، يقول لك كان واحده بتنشر الغسيل وبيحلفوا لنا بالكلام ده على السطح، وهي ما فيش سور راحت وقعت، وهي بتقع كان في اريال موجوده على الارض، فالاريال راح دخل وعمل في قال والاريال عندنا في المكتب. كلام اهبل يعني. اكسيدنتال كفاله ستاب وون. يبقى احنا عندنا ان هو سكينه طبعا، حاجات دي فيري ايه رير. اطلع بقى سيرجيكال بلاد بره، ناس محترمه. طلع واحنا بنعمل عمليه استئصال الرحم، ركز بقى معايا، انا يوترس وتحت دي ايه؟ فاجاينا، وقدامي هنا لسه قايلين ايه؟ بلادر. هتشوفوا وانتوا بتتفرجوا على عمليات الهستريكتومي اللي هي استئصال الرحم، ان احنا بنجيب اله بشاشه. طول ما انا بحط الاتي انا هشيل الرحم خلاص، وانا بحط الاتي بمسك الشاشه وازق دي، ايه دي؟ البلادر. عشان لما احط الاتي ما اعورش مين؟ حتى كل شويه وانت بتتفرج، هات الشاشه، روح مديها له كده عامله زي البندقيه كده، روح ماسكها يزق لتحت. ده بيزق ايه ده؟ كل ما يحط اله يزق المسانة. ابعد عنك، لان اذا انت ما عملتش الحركه دي وحطيت الاتك هتعور مين؟ البلادر. اذا انت عملت ابدومينال، يعني ايه ابدومينال؟ فتحت بطن العيان مسكت الرحم عايز تشيله، لازم تزق البلادر. ايه بقى ده قانون؟ ها داونو. طب اعكس، طب اذا شلته من تحت اسمها فاجينال استراك، ممكن اشيل الرحم من تحت على فكره، امسكه واطلع بيه من العيان. قال لك انا بحط الاتي من تحت بزق البلادر ايه؟ ابورد. يبقى في قانون اهو، عشان اقول لك هاو تو بريفنت فيست، تقول لي ايه؟ بوش ذا بلادر داونورد وانت بتعمل ابدومينال هيستريكتومي، بوش ذا بلادر ابورد وانت بتعمل فاجينال هيستريكتومي. طب هم الناس اللي بتوع الغرب يعني الناس الشاطرين دول ما عندهمش القدره يزقوا؟ لا، العينه دي عندها ايه؟ هو بيعمل لهم هيستريكتومي، عندها ادهيجنز. قد فين بقى اللي بيعوروا؟ التصاقات، فمش شايفين المثانه، فبيحاولوا يزقوها مش شايفينها، فممكن يعوروها بدون قصد. شايف النظافه؟ يعني عيانك تعمل هيستريكتومي وعندها التصاقات، ممكن اعورها غصب عني. دي اسمها سيرجيكال ترو، قيصريه. واحده انتوا عارفين القيصريات بقت زادت اليومين دول ولا لا؟ قرايبكم معظمهم بيقولوا دلوقتي قيصريه على فكره، اكتر حاجه ماشيه دلوقتي قيصريه. زمان كانت تيجي قيصريه، يعني ايه قيصريه؟ اليومين ليه بقى؟ الناس كان زمان طوال قوي، فراعنه فالحوض ايه؟ واسع، فافيال تعدي مفيش مشاكل. على فكره عشان الجيل اللي جاي كله ايه؟ شفتوا سنه اولى؟ كل اللي جاي قيصر، كل اللي جاي. طلع ان الجيل كل شويه بيقصر، طلع ان اي واحده اقل من 150 سم بدون الكعب هتولد قيصري، خدها قد كده. فدايما ان راس، فبنولد قيصريات اليومين دول زياده قوي، غير ان بعض الناس بتستسهل. وانت بتولد قيصري وفي التصاقات، هل شايف المساله؟ فممكن ايه برضه؟ يعني مثال تاني سي اس، بس لازم كلمه ايه برضه؟
اديج ده في الناس المحترمه يعني. وانت بتعمل استريكت اديجز ممكن تعور المثانه غصب عنك، وانت بتعمل قيصريه برضو في التصاقات ممكن تغ... يا معورنا المثانه وصوتنا وقلنا يا مسالك تعالى في قصر العين ويفتحوا المثانه ويخيطوها وما بيعرفوا يتعاملوا معاها. يبقى انا ممكن اعورها بس اكتشفها، مش خيابه بقى اقفل واسيب البول في بطن عيانه. انا اكتشف خيبتي واجيب حد يعملها. نيجي بقى لمصر ولا انا الفخ. ها على فكره اوبستيتك دي بينا وبين بعض طبعا احنا متقدمين. احنا ايه سيرجي؟ يبقى اذا جالي بقى في الامتحان وات از ذا كومنست كوز اوف فيسكول اقول له ايه؟ سيرجيكال تروما. احنا متقدمين يا جماعه. ها كل ما يبقى في التصاقات كل ما ممكن اعور مين؟ البلد. تعال بقى الاوبستيتك. عندنا كام نوع من الاوبستيتك تروما والجدول ده اكتب عليه شفوي، واذا جالك تحرير اكتب. نوع اسمه نيكروتيك فيسيلا، ونوع اسمه دايركت اوبستيتريك فيسيولا. اسمه كده يبقى نيكروتيك اوبستيتريك فيسيولا ودايركت اوبستيتريك. هشرحهم بقى دول الجدول في منتهى الامانه. خلصت ده اعتبر خلصت الاسباب. هو ايه النيكروتيك دي؟ دي مشكله في مصر هنا ان احنا اما بيجي نولد دايما انت ما بتفتح عياده جديده عايز العينين يجوا لك تولد طبيعي ولا قيصري؟ يقول لك عايز العينين يجيبوا بعض. يعني كل واحد يقول لك والنبي بقى دكتورتي كمان وبنت خالتي وخالتي كله بقى خلاص بيولد عني. انا عايز امشي عيادتي اولد طبيعي ولا قيصري؟ طبيعي طبعا. يقول لك الراجل ده مش مهم عنده فلوس، اهم حاجه يولد العينه ايه؟ قال بس شغل ده. في واحد بقى يفتح عيادته جديد يقول لك هولد كله طبيعي. وايه بقى؟ بيبي فحل ضخم قد كده ماكروسوميك 4 كيلو ونص وحوض ضيق ومصر يولدها ايه؟ مخه جزمه حوالينها بيفكر في اللي جاي وقاعد كل شويه احزق يا ماما هل الراس دي هتعدي؟ انسى. كل ما تحزق كل ما يحصل حاجه اسمها كبد. هتعرفوا يعني ايه كبد؟ راس البيبي بيتضغط عليها فبينزل حاجه كده قديمه، فهو كل ما يفحص يقول لك هانت. هو اللي نزل له مين؟ كبد البيبي فوق. ها يقول لك هانت يا ماما احزقي ويقعد يعذبها 24 ساعه. اهم حاجه بيفكر في اللي جايه يا ابني شغل مخك. كل ما مخه يبقى جزمه عارف ايه اللي هيحصل؟ راس البيبي عظم والسيمسس بيوبس عظم هيعملوا ايه مع بعض؟ كومبريشن عظم. هيعملوا ايه في الديشز اللي بينهم؟ اسكيميا. كل ما مخها جزمه كل ما الاسكيميا تزيد. طبيعي ان شاء الله. ها انا لازم اصبر معاك. وفي الاخر البيبي نبض وتعب هيعمل ايه؟ قيصري ونجري. ده ممكن ما يلحقوش العينه دي بعد الولاده هتيجي تشتم الدكتور كتير جدا. اولا هتقول لك ده حمار قعدنا 24 ساعه احزق وفي الاخر ولدني ايه؟ قيصري. دي اول حاجه. ده البيبي تعب ودخل الحضانه بس البيبي قعد كل شويه ضغط. ده غير كده بقى بعد اسبوع ما تروح بيتها بقى ينزل بول. انا عارف الراجل ده اصلا وشه نحس عليا من ساعه ما عرفته بول. ليه بقى اللي حصل؟ الاسكيميا اللي حصلت دي هل بتقع ايميديت؟ تاخد وقت على ما يحصل سلاف يقع ويعمل فيسله بين مين ومين؟ بلادر والفاجينا. فتجيلك بقى بعد اسبوع هل هتروح لنفس الدكتور؟ انسى. هتروح لواحد تاني صح؟ الدكاتره الناس بيحبوا بعض جدا. اول ما يسال انت كنت عند مين يا ماما؟ ده حمار انت رحتي له برضه؟ ده كل عيالينه يولدوا ويقول انا. تعرف الوقت ده الراجل ده عيالته هتتقفل. مصر انت ما تعرفش بقى النسا، النسا في ثانيه بتنتشر. يعني زي انا قلت النهارده ان الراجل ده عمل حاجه العياده قفلت، ده الراجل ده بيخرم العيالين وينزل بول. هتلاقي ستك زي الزفت. دي حقيقه في مصر. انت تخيل بقى ان عيانه حملت معاك بالصدفه. جات لك كده وكان راح للدكتور ابو الغار اللي هو اشطر واحد اعلامي عندنا في القصر العيني اي في اف واطفال انابيب وما عرفش خلاها تحمل وجات لك حامل اصلا. جات لك من زياره حامل هتعمل ايه فيك؟ تجيب لك امم لا اله الا الله. تلاقي كل الناس اللي جايه والنبي بقى دي كمان عايزه تحمل. هي دايما قرف ان شاء الله ما تفتح حياتك لا اما تتقفل لا اما تلاقي ناس جايه بيبي مات معاك. يقول لك ده بيقتل العيال بيخلقهم. ها هو اشاعات. يبقى عندنا ايه هي النيكروتيك فيسيولا؟ اللي مش فاهمها حاجه تاني الرسمه دي. ادي الرحم وادي الفاجينا وادي البلادر ودي السيمسز ايه؟ بيبس. ودي راس البيبي هرسمها اسود عظم. تخيل ان راس البيبي دي عظم كبير قوي وضغط على ده هيضغط على انهي تيشوز بينهم؟ فاجينا كل ما مخك جزمه كومبريشن يحصل اسكيميا يحصل بعد كده سلاف يعمل لك ايه؟ فبيسموها نيكروتيك عشان فيها نيكروزز اوبستريك فيسيولا. دي سببها ايه بقى؟ برولونجد هي كلمه واحده اوبستراكتد. ايه؟ كان حقه يعمل ايه الراجل ده؟ بصراحه
قيصري انا شايف بيبي فحل تمام وعمره ما هيعدي من تحت استنى ليه اولدها ايه بسرعه سيزاري يبقى ده مخه احمر ليه دي قالت اليومين دول كتب الاسم كده دي ديكلاين في مصر ليه ما الحمريه موجوده لسه افتكر ليه النيكروتيك اوبستيك فيش قليل جدا عشان القيصريات ايه اخبارها اليومين دول زادت خلاص ما بقتش ولد طبيعي فعمري ما هشوفها يعني ليه قالت عشان زاد الانستنس اوف سي اس خلاص بقى كلنا بنولد قيصري دلوقتي دي اول حاجه نيكروتيك هل بتظهر ايميديت ولا بعد فتره خبتك مين هيكتشفها دكتور تاني يعني دي بتظهر دايز اور ويكس افتر ديليفري دي مصيبه ان هي ما بتظهرش ايميديت تعالى دي بقى دي احلى شويه وبيقول لك قلت برضه تكتب لي اسم يعني احنا طلعنا بقينا ايه سيرش احنا متقدمين ما بقيناش نعمل لا ده ولا ده تعالى بقى نشوف الدايت نفترض بيبي ميت بيبي ده ديت اولده طبيعي ولا قيصري لما يبقى بيبي ميت افتح بطنها على البيبي ميت انت لما بتفتح بطن العين على البيبي عايش تديها بيبي برضه بتنسى الجرح وتنسى الدنيا وتقعد بصاله كده احساس ما بالك بقى تفتح بطنها على بيبي ميت ده فتح بطني وبيبي ميت احباط ما بعده احباط ها فانا هعمل ايه ده اولده ايه طبيعي بنعمل ايه بقى بس حاجات اتلغت بنعمل الاله دي الاله دي عمركم هتشوفوها غير هنا دي سرقتها من قصر عيني عجبتني ها لقيتها في المكتب جميله وخلاص انتهى الكلام دي اول اخر ناس احنا استخدمناها اسمها البرفوريتو ايه البرفوريتو دي فيري شارب على فكره مش عايزين هنسكها انا بعمل ايه بقى اروح داخل كده بصوابعي جوه العين اللي مش شايف وامشي امشي امشي لغايه ما الاقي راس مين البيبي واروح داخل خرمته وبعد ما اخرمها اروح اعمل كده وكده هيحصل ايه في البرين اللي جوه ده ميت ها هيحصل ايه في البرين اللي جوه يقل 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 الراس تصغر فيبتدي ايه تخرج من العين الكلام ده اتلغى نفترض ان انت ما تعرفش ان انت لازم تعدي بايديك كده دخلت عمياني هتجيب بول اميديت خلاص يبقى ده اللي هو الانسترومنت يبقى لازم اعرف ان انا لازم امشي بايدي واخرم كده واروح فاتح واعمل الحركه دي دي اسمها ديستركتيف اوبريشن او بيسموها بيرفوريتور اتلغى البرفوريتور ده اتلغى طب حاجه في حياتنا اهي بيبي عايش وعايز اولده ايه ده هتشوفوه ده عليكم كامل ده في الالات ده جابوه في الامتحان فورسبس خلاص الفورسبس ده بيتركب على راس البيبي كده صح الفورسبس ده ستانلس ستيل زي ما انت شايفه تقيل جدا انا بعمل ايه عشان اركبه في عيانه صاحيه طبعا بنامها اندر انستيزيا وانا بولد واروح حاطط ايدي كده وامشيه على ايديا ازحلقه شايف بعمله ازاي ازحلق ده كده واروح مزحلق مين التاني واروح قافل على راس البيبي مفضلت دخلت عمياني في ناس تروح عامله عارف الحركه ليه لانه مش عارف ان لازم جايدد بايه بايديك لازم فرايبل تيشوز في الحمل فممكن يحصل ايه في وقتها البشره اللي هي ايه فيسيولا يبقى العيانه دي يا اما فورسبس بدون ما امشي جايدد على ايدي او بيرفوريتور يعني ملخص الكلام انسترومنتال ايه ديليفري ده سبب ده هيظهر بقى البشره في وقتها ولا بعد فتره يعني البول هيظهر ايميديت ولا بعد فتره انا بكتشف خبتي بنفسي يعني وانا بعمل كده الاقي البول نازل انا اللي عملته يبقى انا الحق بسرعه واداري المصيبه يبقى ده ايميديت بيز ده ليه قال هتعرف ليه ده قال قال يقول لك دلوقتي بقى في اكسبيرينس وانا بنروح للنواب عندنا اول ما تروح بس الاصل يعني اساله انت بتعرف تركب فورسبس يقول لك ما شفتوش اصلا ايه لا بيستخدموه في الجلاء على فكره جلاء بيعملوا فورسبس بفظاعه احنا اخر الناس كنا مركبينه برضه الجيل اللي طالع ده كله كل الاساتذه عندنا يقول لك ممنوع عشان بيعمل كومبليكيشنز بص انت لازم تتعلم تركبه لان في ساعات تلاقي راس بيبي قدامك مش عارف تجيبها خلاص يعمل ايه يعني والشفاط غلط لانه بيعمل بريشر على راس البيبي والنوم على بطن العيله غلط ممكن تفرقع خلاص فالحل اجيب فورسبس صغير شورت هنعرفه وشده مفيش نايب عارف يركبه يعني النواب دلوقتي ما يعرفوش شكله كمان يعني ما يعرفوش نوعه انتوا عليكم في الامتحان وهم ما يعرفوش حاجه خالص ولا شافوه اصلا يعني قصدي اقول ان ده قال بقى فيه جود اكسبيرينس عشان كده الايه انستنس قال وبقى فيه بروبر انسترومنتال ديليفري يبقى ده علشان الاكسبيرينس زادت فديكلاين بس اذا جالك في الانسكيو بقى تفتكر مين مور كومن ده ولا ده هو الاثنين قال بس مين مور كومن ده خلاص انا مكتوب كتاب الاسم هو ده قال قوي
وده قل بس مش فاهمه يعني قصده اقول ايه ان ده قل وده قل بس المور كومن ده عشان القيصريات اخبارها ايه زادت. نيجي نقارن الفروقات دي مش موجوده عندك في دكاتره عندنا عارفين الفروقات دي وهيسالك فيها شفر انا عايزين الشفر ده برده مش عايزينه يضيع حتى اذا جاب لي ام سي كيو اجاوب. افتكر مين فيهم حجمها اكبر النكروتيك ولا الدايركت؟ حجم اكبر بدون ما تبص وفكر دي حجمها اكبر ولا دي حجمها اكبر؟ دي على فكره اقول لك ليه؟ كل ما الحمريه تزيد كل ما الاسكيميا تكبر. امال ده على قد سن مين؟ الاله عمره ما بيتغير. يعني قصدي اقول ان ده لارج ودي ايه؟ سمول. حد يقول لي الفايبروزز اكتر هنا ولا هنا؟ اديجنز هنا عشان بور بلاد سبلاي في اسكيميا. امال هنا اديجنز قليله. طبعا اي حد من الشارع اذا شرحت له الحته دي وقلت له البروجنوزز احلى هنا ولا هنا؟ طبعا هنا. خلاص يبقى البروجنوزز احلى في مين؟ في الدايركت. كده يبقى احنا ملخص كلامنا ده كومن سكوز اوف يوسلف ام سي كيو هتختار ايه؟ سيرجيكال تروما حتى في مصر. خلاص ليه ده قال؟ قيصريات. ليه ده قال؟ جود اكسبيرينس وبقينا نعمل ايه؟ بروبر مانجمنت. نيجي بقى كلمه 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 خلاص انفلاماتوري بقى. ايه الانفلاماتوري دي؟ في رسمه كده رسمناها النهارده في اول حصه في الاناتومي. كان في باوش كده قدامي كان ليه اسم. جاي كده في باوش في الحته دي كان ليه اسم وفي باوش ورا. تفتكر عشان اعمل خراج او اعمل فيستر بين البلادر والفاجاينا احط الخراج هنا ولا لا؟ الخراج في مكان غريب جدا هو جه ازاي ما تفهمش. عند العيانه ابسس هنا في انهي باوتش؟ يوترو ها؟ فازايكال باوتش. تعرفين اي خراج لازم يفتح ولا لا؟ اي خراج لازم يطلع الصديق بتاعه. فراح هو بين البلادر وبين الفاجاينا راح فتح في الاثنين وعمل ايه؟ هو بقى التراك بتاع الفيستر. يبقى الانفلاماتوري لما يسالك سببها ايه تقول له ابسس في انهي باوتش؟ يوترو فازايكال باوتش. نيجي بقى لفاسكولار راديشن التعرض للاشعاع. ان شاء الله بعد شهر من دلوقتي هتيجوا عندنا في النساء هيقول لك في طريق مختصر اوعى تمشي وراه. ها انا بقول لك من دلوقتي عشان تحافظوا على نفسكم في طريق من عند سياحه وفنادق. يعني لو انت رايح كده هتلاقي في منزل كده تنزله سلالم تطلع تلاقيك قدام النساء على طول ما تاخدش ثواني عشان امضى. في ناس بقى بتدخل من الباب الرئيسي في ناس بتدخل من باب اسنان. بص اسمع كلامي بلاش الطريق ده. الطريق ده اسمه سيزيوم. عارف يعني ايه سيزيوم؟ اشعاع. يعني سيادتك هتقعد عندنا شهرين ونص. ها يعني انت طالع نازل بتتعرض للاشعاع. دليل ان في اشعاع في المكان ايه؟ في اوض سيزيوم. سيزيوم يعني طب نووي. خلاص فانت عندك اشعاع بيطلع من الاوض. حتى النايب هناك تلاقي عنده حاجه بتنور تلاقيها منوره احمر. دي معناها ايه؟ انت ماشي كده منور. اعرف ان الاشعاع شغال. تخيل بقى اشعاع طالع اشعاع نازل. ان شاء الله التستكلز والاوفرز هيبقوا فايبرز تيشو اخر راوند النسل. خلاص انفيرتيلتي. عشان كده النواب اللي بياخدوا راديولوجي ليه بياخدوا بدل فيرتيلتي؟ بياخدوا 10 جنيه في الشهر. والعمال بياخدوا جنيه في الشهر بدل مدى الحياه. يعني انت هتاخد 120 جنيه في السنه بس فقدت كل حاجه. اوعى بعد اذنكم الطريق المختصر ده انا بنبه اهو بنبه من دلوقتي. تلاقي ناس يقول لك تعالى بس معايا عشان تاخد امضي ايه وبتاع ايه. انا امشي اطول واسقط بس ما ايه ما ضيعش الفيرتيلتي. ايه بقى علاقه الاراديشن بالفيرتيلتي؟ طلع او بالاورجنز يعني بيقول لك ان اي واحده بتتعرض لاشعاع بيحصل كلمه اسمها ايه؟ ادي تيشو وجاي له بلاد سبلاي. البلاد سبلاي ده هو هيحصل ايه من الاراديشن؟ حاجه اسمها اند ارثرايتس اوف التراكس. سمعتوا عنها قبل كده؟ يبقى بتعرض الاشعاع بيقفل البلاد سبلاي ده. الحته دي هيحصل لها ايه؟ في النص نيكروز. والنيكروز شويه شويه هيحصل له ايه؟ سلاف. عارف بياخد وقت قد ايه؟ 6 اشهر. يعني انت قصدك تقول واحده تعرضت النهارده لاشعاع ان شاء الله انتوا مش هيبان عليكم الكلام ده غير بعد ما تخلصوا خمسه وسته. يقول لك هيحصل ايه؟ ان الحته دي بيحصل لها سلاف وتهير باي فايبروز. دي بقى انهي نوع من الفيستا؟ اكتر تو اورجنز بيتاثروا بالاشعاع مين ومين؟ بلادر وفاجاينا. حساسين جدا اذا تعرضت لاشعاع علاج كانسر سيلز. واحد عندها سرطان عنق رحم وعالجناها بالاشعاع هتلاقي ان الفيستا بتتكون. عشان كده في دوز معينه هنعرفها اذا زودت عليها بيتحبوا. بيحصل سلاف بيعمل فيستا بين مين ومين؟ بلادر وفاجاينا.
دي اوحش فيسيو. حد يعرف ليه اوحش فيسيو؟ worst مش commonest. حد يعرف ليه دي اوحش فيسيو؟ ما فيهاش blood supply. يعني اذا عايز اسد الخرم ده هجيب فلاب اسد يحصل فيه ايه؟ يقع. كل لما اسد يقع لازم اجيب فلاب بالبلاد سبلاي ايه بتاعه. عشان كده بيسالك الورست فيسيولا تقول له الراديشن فيسيولا، ودي نوع من نيكروتيك. طب اسمها ايه عليه؟ لان فيها نيكروزس، يبقى دي تاني نوع نيكروتيك اسمها الراديشن فيسيولا. نيكروتيك فيسيولا برضه دي نيكروتيك الراديشن، دي نيكروتيك اوبستريك، ده سبب الولاده. اخر حاجه تيومر وراجع. احنا عندنا ايه انواع الكانسرز اللي تعمل فيسيولا؟ ادي البلادر واليوترس والسيرفكس وفاجاين. انا عايز اعمل فيسيولا بالاثنين دول، يا اما كانسر ايه وخرم. ايه ده؟ كانسر بلادر. يا اما كانسر ايه وخرم فاجاين. على فكره دولت ولا لهم قيمه. هل انا دكتور مسالك يهمني كانسر بلادر؟ فاجينا فيري رير، حتى بنيجي ناخدها في الانكولوجي مش مهمه. كانسر فاجينا عمرنا ما بنشوفها، بس كانسر مين اللي يجي ويخرم؟ ايه ده؟ ده علينا بالكامل. يدخل ويخرم الاثنين ويعمل ايه؟ فيسيولا. يبقى اهم كانسر بيعمل فيسيولا اسمه كانسر ايه؟ سيرفكس. وكمان نفترض ان العين عندها كانسر ايه هنا؟ اندوميترا، ممكن يخرمهم الاثنين برضه كانسر اندوميترا. بس اهم كانسر ما تنساش في الاسكوبا مين؟ ان شاء الله ما ناخد كانسر سيرفكس. اسالك هناك هل بيعمل فيسيولا؟ اه طبعا، لانه عنده القدره فوق ايه؟ بنتريشن، فيبتدي يخرم ويدخل. ودي نيكروتيك برضه، لان كتاب الاسم كاتب بقى ايه انواع النيكروتيك فيسيولا؟ ثلاثه، حد يجمعهم لي. ها؟ اوبستريك نيكروتيك دي واحده، الراديشن نيكروتيك عشان ايه انت قلت مالجنت نيكروتيك اللي هو التيومر مكتوبه، بقول لك كاتبهم في ثلاث حتت، فجمعنا الكلام في الايه؟ في الاسباب دي. نراجع بسرعه. كونجنتال انفيرير عمري ايه؟ ما هشوفها. تروماتيك ذا كومن سكوز از سيرجيكال، لازم كلمه ادهيجنز. خلاص الاوبستريك نوعين، لا نيكروتيك لا دايركت، الاثنين قالوا عشان القيصريه وقالت عشان ايه؟ جود اكسبيرينس. طلع ان دي سببها برولونجد اوبستراكتد ليبر، دي سببها انسترومنتال ديليفري، دي بتظهر فيو دايز تو ويكس، دي بتظهر ايميديت، دي حجمها لارج، دي حجمها سمول. فايبروزز هنا ايه؟ اكتر هنا، اقل بروجنوز هنا، اوحش هنا احلى. جينا بعد كده الاكلامات، الخراج في حته معينه كده اسمها يوترو فازايكال باوتش. الراديشن اوحش فيسيولا ليه؟ عشان بتعمل ان ارتايتس اوف التراكس. التيومر اهم كانسر يخرج مين؟ ما تنساش مين؟ كانسر سيرفيس. بص قبل ما نمشي في معلومه حلوه قوي هتخلصها في موضوع تاني. ريكتو فاجينال فيسيولا ده بين ايه وايه؟ ريكتو فاجينال فيسيولا ده موضوع هناخده في اخر الفيسيولا، بين الريكتم والفاجينا. على فكره نفس الاسباب دي، اغير كلمتين خلص، وده بيجي تحليل معانا جراح. ايه اسباب ريكتو فاجينال فيسيولا؟ نخلص منها. حد يقول لي ايه الكلمتين اللي غيرهم هنا؟ اقول اسباب ريكتو فاجينال فيسيولا كلمتين، حاجتين هشيل كلمه واحط بدلها وكلمه ثانيه احط بدلها، يبقى كده خلصت اسباب كمان ريكتو فاجينال فيسيولا. هناخدها في الاخر. الباوتش بدل ما الخراج في اليوترو فازايكال باوتش احطه فين؟ دوجلاس، في الدوجلاس باوتش، فيفتح بين الفاجينا والرئة. ناقص واحدة ممتاز. بدل كانسر بلادر، كانسر ايه ورا؟ ريكتا، بس نفس الاسباب. يعني بدل كانسر بلادر يبقى انا هكتب ان بي فوق كده خالص، اسباب ريكتو، كده ضربنا عصفورين بحجر، فاجينا فيسيولا. هتقول له ايه؟ بدل ابسس في اليوترو واليوترو فازايكال، ابسس فين؟ في الدوجلاس باوتش. وبدل ما هعمل كانسر بلادر هعمل كانسر ريكتال. ان شاء الله هنقولهم هناك. حتى التروما موجوده، حتى الكونجنتال موجوده، حتى افتح كتاب الاسم المتراوح ريكتو فاجينال فيسيولا، هي نفس الاسباب، هغير بس العمليه. بس برضه الكومن سكوز ايه؟ تروما. والابسس بدل هنا هتحطه ورا، والاراديشن هي ها؟ والكانسر زي هي، بس هشيل كانسر مين واحط كانسر مين؟ بلادر واحط كانسر ريكتو فاجينا. مفيش حد بيذاكرها اصلا، مع ان الدكتوره راوي عايزه تجاب السؤال بقى. فيكال انكونترنس، فجاه الطلبه حاله واحده ما بتتحكمش في الاسطول، جراحه ريكتو فاجينا فيسيولا، هنشرحها. يعني قصدي اقول الموضوع، اي موضوع عندك ممكن يجي تحريم، مش حاجه اسمها لا انا هذاكر الكتاب من اوله لاخره.
ان شاء الله الحصه اللي جايه اللي عندهم راوند هيبقى بكره 7 و9 هناخد نورمال ليبر مال برزنتيشن. طبعا المذكره دي في منتهى الاهميه, تيجي لي فايق خلاص هبتدي 7:30 بكره هنتفق على المواعيد, وكل ما تساعدوني كل ما نخلص اسرع. يا ريت اذاكر يوم بيومه, انا بسمع كل اول حصه بسمع.